السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناة تفسير الأحلام وأدعية الحاجة. اليوم إن شاء الله جيتكم بواحد الموضوع اللي هو يعني الكثير من الناس، يعني هذه رؤية شائعة، لكن الكثير من الناس يعني يحسون بحرج في البحث عن تفسير هذه الرؤية أو في سؤال أحد علماء التفسير عن هذه الرؤية. فما يا ترى تعني رؤية الزنا في المنام؟ يعني هنا جمعت لكم جميع ما يدور حول تفسير رؤية الزنا في المنام للعلامة ابن سيرين وكذلك لبعض علماء التفسير. فنبدأ على بركة الله. من رأى أنه يزني بفتاة عذراء، إذا رأى الرجل في منامه أنه يزني بفتاة عذراء، من أجمل الرؤى تدل على الخير الكثير الذي سيناله قريبا، أو ربما قيل كذلك سلطة وجاه لمن رأى هذه الرؤية. من كانت متزوجة ورأت أنها تزني، فهذه الرؤية تؤول يا إما أن هذه المرأة تتبع شهوات الدنيا، وقيل كذلك أنها امرأة سيئة الأخلاق وأنها امرأة غير وفية لبيتها وزوجها. من رأى أنه ينكح امرأة زانية، يعني في موضع غير الموضع، يعني في الدبر هنا، دل ذلك على أنه يتمنى شيء، يريد الحصول على شيء، لكن هذا الشيء هو صعب المنال. لماذا؟ لأن الدبر هو مكان ليس مكان للتوالد، فهو مكان محرم شرعا. ومن رأى أنه ينكح امرأة زانية، فإن كان من الذين يريدون الدنيا، يعني الناس من الرأي الذين يحبون الدنيا ويحبون المال والبذخ، فإنه سيصيب مالا حراما، وإن كان من أهل الصلاح أصاب علما وبركة. ومن رأى أن امرأة زانية تراوده عن نفسه، يعني فقط أن الرجل يرى أن امرأة زانية تراوده عن نفسه، هذه الرؤية تفسر للرأي بمال حرام. لكن إن زنى بهذه المرأة التي راودته عن نفسه، إن زنى بها فإنه سينال شرا وسينال فتنة، وسيقال في حقه كلام قبيح، يعني أنه سيرمى في عرضه، يعني سيقال في حقه كلام غير جميل وفي عرضه كلام غير محمود. ومن رأى في منامه أنه يدخل إلى أماكن الزنا، أو أنه يدخل يرى في منامه أنه يدخل إلى أماكن الدعارة بصفة عامة، فهذه الرؤية تؤول على أن هذا الرأي سيموت قريبا والعياذ بالله. وإذا رأى الرأي أنه يزني بزوجة شخص يعرفه، من رأى أنه يزني بزوجة شخص يعرفه أو صديق يعرفه، فإن هذه الرؤية تفسر على شيئا، يا إما أن هذا الصديق أو هذا الشخص الذي يعرفه الرأي يطمع في مال الرأي، أو أن هذا الصديق أو هذا الشخص الذي يعرفه الرأي يحقد على الرأي ويحسد. يعني هنا الرأي يرى أنه يزني بزوجة صديقه أو شخص يعرفه، لكن التفسير لا علاقة له بالزنا، هنا التفسير له علاقة بأن الشخص الذي زني بزوجته هو شخص يا إما يطمع في مال الرأي، أو أنه شخص يحقد أو يحسد على الرأي. من رأى في منامه أنه يزني بامرأة غريبة، يعني امرأة لا يعرفها، فهذه الرؤية تفسر بأنه سينال مالا حراما. ومن رأى في منامه أنه يزني بامرأة جميلة حسنة، دل ذلك على أنه يستثمر ماله في الموضع الصحيح. وقيل كذلك أن هذه الرؤية تفسر بالرزق والخير الكثير الآتي إلى هذا الرأي عن قريب. ومن رأى في منامه أنه يمارس الزنا وأقيم عليه الحد، فإن هذه الرؤية تفسر على شيء، إن كان هذا الرأي صاحب علم استفاد من علمه، يعني إن كان له علم وفقه فإنه سيستفيد من هذا العلم أكثر، وأنه ربما قد يصبح عالما.
أما إن كان صاحب منصب أو سلطة فإن سلطته ستقوى. يبقى هنا أريد أن أضيف فقط شيئين، هي أن ماذا لو رأى الرائي قول الله سبحانه وتعالى في منامه الزانية والزاني، مثلا تسمع في منامك قول الله سبحانه وتعالى الزانية والزاني، أو تسمع في منامك فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، يعني فقط أسمع ذلك في المنام أو أنني أقرأ ذلك في المنام، أقرأ هذه الآيات في المنام، فهذه الرؤية تدل على أن هذا الرائي هو شخص زاني والعياذ بالله، وهذه بمثابة رؤية يعني تنديرية للرأي، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ومن رأى أنه يقام عليه حد الزنا، يعني رأى في منامه أن حد الزنا سيقام عليه، فهذه الرؤية تدل له على أن ملكه سيزول، أو ربما إن كان له عمل أو ربما إن كان له عمل سيعزل، أو كانت له تجارة فهذه التجارة يعني ستبور. هذا كل ما يدور حول تفسير رؤية الزنا في المنام. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وإلى موضوع قادم إن شاء الله، في أمان الله.